عصب قد لغو قبتي حرونت مدحتو يدا أيو مدحوناها الصوماليا حسن الشيخ محمود كومك عابي ريز وزارها عصب أيالا نيس الصوماليا تاسو لغا فديتن يمركي حلك اللو داري يتبنكي بشي إن دافتي سبتمبر حفلة دوي قبجو كاهايين ريز وزاريه وري عبدولي محمد علي قدوميها برلما كمحمد عثمان شواري كوحقانكي سا جيلاني نور إيكر حلبانا يسراكيل إذن أيو أقاسمها مدحتو يدا كمال داير حسن كقد واقي وركتدا مدحوينوه كوما قعبي رئيس وزارها عصب مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا ماركو أركي قدبك سقاشنات فقرد أفراد دستورك جمهورية فدرالك صوماليا ماركو قرواق سدي باهيدا اللوقة والإسمها هي أداها دولدة قار أهان بوحين تجغد رئيس الوزارها كدب إسبدل كي قد عاي صوماليا ماركو تحقليي وهي أرقني مدى يأقونت أولي هي مدناه اللوما قعبي حلكن وحو حيريي قضب كوات وحا عبدي فارح شردون ساعد لومغ عابي فايس الوزارها حكومة فدرالك صوماليا ريت وزارها عصب عبدي فارح شردون وحضلي وحير انكدب مركي لامغ عابي ايام دحوينها وقم هاد علي سيدا وكرسوني دا السيي وحا شرف ايه مانتا او اي تاريخ تهي لحظة اكتوبر لبكن يلبية طبا ان آن هلو كرسوني دا مدحوينها جمهورية دا مداني حسن شيخ محمود او اه ان عام امد صوماليات او قادو حلك رئيس الوزارها جمهورية دا فيدرال کا صوماليا تاسو اه مسئوليات بلارن او ان خشين ايو ان عام او قطو سي وافقصن دستور کا ايو شروع دا دل کا رئيس الوزارة عبد فارح وحاوسيد وقلاء او کا اللي تيرر کا حكومة دا ودون ايو انو صور لسو قرشها سياسة دا حكومة دا انصور لسو دونا وحاصل ديك او نقن دونا مد تيرر کا اها او كو باقي مدحوينها جمهورية حكومة دو وحا اي نقن دون تا مد آن او دول قادن دونين مسوق ماسوق احدا ايو وح استوى مرنت رئيس الوزارة هي وراء حكومة دي كوميلغار كاهيد عبدولي محمد علي اسنا قبچو كا ها مناسبة دا اي امان دول ديگي رئيس الوزارة ها عصب او شاقي ان ان مدى هي سيقانين مدانة عبد فارح شردون واني صاحب كايا انا قارن مدى ادو دير waxaan ku aqaanaa aqoon karti akhlaaq iyo inuu yahay nin Soomaali ah oo wadaniya aan aaminsanahayna inuu sida madaxweynuhu ugu weydiiyay uga soo bixi doono waajibaadkaas qaran ee loo dhiibay ayaan runtii aaminsanahay si dhab ah aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kaan leeyahay gabagabadii xafladda looga dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay inay hortaalo hawl adag oo looga baahan yahay sidii uga dabaalan lahaa isagoo dhanka kale siiyay balanqaad ku aadan inuu garab taagnaan doono دكتور عبد فارح وحان اوهينا دوسيير اما فولدر انتاس لأغوين او اي كو جيران وحي دادوينوها اي يرادين اي كي يرادين برايم منستر كاي ربان نوعا انو نغضو لغر ربو انوغونا مركي ان فيرناي انو نوع ايدا سيالان كرينا لعهاتي لكن والا اركي اها ديال يرادة محوا هاي مركا اي حكومة دو اوه قامين اي عايشاقا قشو inu guuleystaan wada jecelnahay hadii Alla yiraado waana sida gudoomiyaha baarlamaanka u sheegay annaguna aniguna sidoo kale xafiiskayga ula shaqeyn doona waxa laalaya wixii maxaan ku jiraaday inay guuleyn karaan aan warkeyno karaankeena waan la garab istaagi doonaa ra'iisul wasaaraha aad iyo aadna waxaan ugu kalsoonahay in uu yahay nin xilkaas adag ee loo dhiibay dulqaadkeeda leh dadkana maxaan ku jiraa kaashan karo si uu u guto xilka hadii Alla yiraa رئيس وزارها عصب عبد فارح شردون ساعد وحاو كل شيء بشي نوفمبر سنة كونية سقال بقول يسيدة دي كنتم كي مقالدة دو سمرب إبرتماها الصومالية ودقاليها انكقل انجبية كلية دقالها يجامعة دي أمدى سنة كونية سقال بقول يسدح يسيدتن كي سنة دي هودة حي يكون سقال بقول سدح يسيدتن كي يكون يسقال بقول شن يسيدتن كي وحاو كسو شقيي وزارة دي هي مالية دا يتيب بيراها يدولة دي ملتاريقة هيد وحي وقتها كدن بيي وحاو نقضي قنعصده burburkii Soomaaliya kadib waxa uu qaxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxana uu halka ka sameeyay shirkad ganacsi Cabdi Faarax Shirdoon waxa asle leh 4 caruur waxana u dhaxda Aasha Haaji Cilmi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ahna gabar ka soo shaqeysay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya muddadii uu burburku jiray Ibrahim Maxamed Aadan BBC